السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وطلاب الصف 11000 العلمي، أهلا وسهلا بكم مجددا في المدارس الفلسطينية قطر. سوف أقوم باستكمال مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني. الدرس الأول هو المتغير العشوائي المنفصل، والدرس الثاني هو التوزيع الاحتمالي، واليوم هنتحدث عن التوقع للمتغير العشوائي. أنا مباشرة بدي أدخل في المثال اللي هو الأول صفحة 11. قبل ما أشرح لك إيش هو التوقع بدي أحل السؤال بالطريقة التقليدية اللي إحنا بنعرفها. هو إيش بيحكي السؤال؟ بيقول لي يربح بائع مرطبات 10 دنانير في اليوم الحار. في اليوم الواحد الحار بيربح 10 دنانير، يعني مثلا لو هو 10 أيام حار معناته حيربح 30 دينار، لو كان 5 أيام حار حيربح 50 دينار. وقال لي في اليوم المعتدل 6 دنانير. خليني أنا بس أكتب المضيع إنه في اليوم الواحد الحار بيربح 10 دنانير، دائما دنانير. وقال لي في اليوم المعتدل، اليوم الواحد المعتدل بيربح 6 دنانير، وفي اليوم اللي هو بارد طبيعي انه يخسر، لانه في البارد مش حابين يشتروا الناس مرتبات. في اليوم البارد يخسر دينارا واحدا، اليوم البارد حيخسر دينار واحد. بحكي لي اذا كان احتمال ان يكون الجو حار في احد الايام يساوي 5 من 10، يعني احتمال الحار 5 من 10. طب انا بدي احكي لك شيء، لما بنحسب الاحتمال مش بقول عدد الحدث على العدد الكلي، معناته انا بعرفها انه عدد الايام كل 10 ايام، انه هو البائع بيحكي لنا فقسطوا عن 10 ايام، من وين انا عرفت الاحتمال انه 10 ايام. ايضا قال لي احتمال المعتدل، انا بركز المعتدل 100، 3 من 10 يعني 3 على 10، معناته هم 3 ايام معتدله اجت لهم من اصل 10 ايام. والايام اللي ودلها بعدين بتختير احد الايام عشوائيا، ودل المتغير العشوائي إيقاف على المبلغ الذي يكسبه البائع في اليوم الواحد. احسب التوقع، واطلب من التوقع. أنا بدي أحسب الوسط الحسابي وأربط لك بين الوسط الحسابي والتوقع. خلينا نحسب الوسط الحسابي. إذا بتتذكر الوسط الحسابي مجموعة تكرارات على عددها، وفي حالة كان في تكرارات بنضرب عدد التكرارات في السين وبعدين نجمع اللي هي مجموع التكرارات. أنا في عندي 5 أيام حارة، هو في اليوم الواحد أنا حسب الوسط الحسابي، في اليوم الواحد بيربح 10، طب في 5 أيام أنا بضرب في 10 مباشرة زائد، عندي أنا معدل 3 أيام بربح فيهم 6 دنانير في اليوم الواحد، يعني 18 في 3 أيام، والمتبقي إحنا قديش المتبقي اللي هو اللي يخسر فيه كم يوم بارد؟ يومين، ليش؟ لأنه 5 في 3 8، قديش ضل على 10 أيام؟ 2. سالب واحد على مجموع التكرارات، أكم يوم كلهم؟ 10 أيام. الوسط الحسابي سالب، لو جمعت 50 و 18 سالب 2، 50 زائد 18 68 ناقص 2 66 على 10 ويساوي 6 من 10، 6 صحيح و 6 من 10، هذا الوسط الحسابي. طب خليني أحسب التوقع وأشوف هل هو فعلا التوقع للمتغير العشوائي هو نفسه الوسط الحسابي، باعتبار ان الاحتمال لكل قيمه من المتغير العشوائي اذا تكررت التجربه. طيب ايش التوقع؟ بقول لك انه التوقع او اما الاول خطوه جدول التوزيع الاحتمالي اللي تعرفناه في الفيديو السابق. خليني اعمل جدول التوزيع الاحتمالي. هاي جدول التوزيع الاحتمالي اللي هو س واحتمال وحده. احنا قلنا فوق بنكتب المدى، المدى اللي هو للمتغير العشوائي. هو ايش المدى عندي؟ هو جاي لك اذا دل المتغير العشوائي قاف على المبلغ الذي يكسبه البائع، يبقى انا المدى عندي عشان نتذكر هو المبلغ الذي يكسبه. انا ممكن يربح 10، ممكن يربح 6، ممكن يخسر 1. هي المدى. اذا انا هون بكتب المدى 10 6 سالب 1. والاحتمال اللي معطيني في السؤال قال لك احتمال لما يربح، هذا معناته 10 دنانير في اليوم الحار، احتمال اليوم الحار 5 من 10، واحتمال اليوم المعتدل 3 من 10. تلقائي هيكون هذا 2 من 10. عارفين ليش؟ لانه ايضا مجموع الاحتمالات
واحد صحيح. فهذه 2/10. التوقع بالسمع أنا حدث بالرمز تاء قاف. التوقع هو أضرب كل واحد كل مدى باحتماله، كل مدى باحتماله، كل مدى باحتماله، واجمعهم في النهاية. إذا هو مجموع س ضرب احتمال الس. طيب طبعا الرابع بتساوي واحد، احنا كم واحد من ثلاثة إلى ثلاثة. نشوف 10 ضرب 5/10 زائد 6 ضرب 3/10 زائد سالب 1 ضرب 2/10. هلا شوف الرياضيات، انا ما بدي اختصر عليكي، بس بدي اضلكم معي متجانسه. 10 ضرب 5 50/10 زائد 6 ضرب 8 18/10 زائد سالب 2/10. لو جمعناها 68 ناقص 2 بيطلع 66 عفوا على 10 يعني 6.6. ايش بيطلع؟ فعلا الوسط هو نفسه التوقف المتغير العشوائي، فانا بدال ما اتبع بالوسط مباشره او بيسحب مني التوقع، بعرف اني بدعمل جدول التوزيع الاحتمالي وبضرب كل مدى باحتماله وبطلع ناتج جمعهم، هو هيك بيكون التوقع. طيب خلينا نشوف المثال الثاني او النشاط الثاني من الكتاب المثالي. بقول لي اتفق شخص مع صديقه على ان يسحب احدهما كرتين على التوالي دون ارجاء. قلنا ايش بنستفيد من كلمه دون ارجاء؟ انه الاحتمال بصير ينقص كل مره، لما يسحب المره الاولى مثلا كان 7/8 احتمال الاولى، المره الثانيه بصير بنقص الباص المقام عفوا بدل ما هو 8 بصير 7. حكينا كثير هذا في الفيديوهات السابقه. نكمل وبقول لي اتفق، خلينا نشوف انه هذا النشاط 2 صفحه 12. اتفق شخص مع صديقه على ان يسحب احدهما كرتين على التوالي دون ارجاع، يعني بسحب الكوره وبطلع فيها وبطلعها برا وبرجع بسحب كمان كوره. طيب من صندوق فيه كره واحده حمراء، يعني انا عندي واحده حمراء وسبع بيضاء، بدل البيضاء بالحرف الباء والحمراء بحرف الحاء، تمام؟ فإذا دل المتغير، كل الدل المتغير بتعرف منه المدى، فإذا دل المتغير العشوائي قاف على عدد الكرات الحمراء المسحوبة، احسب التوقع. هو مش بيقول لي حيسحب كرتين، طيب أنا لما أسحب كرتين ها واحدة حمراء، احنا اتفقنا بالرؤوس أفضل، حمراء بيضاء بعدين حمراء بيضاء بعدين حمراء بيضاء، هو ايش بقول لي؟ المدى بده يدل على عدد الكرات الحمراء، كم كرة حمراء هو حيسحب؟ ممكن السحب الأولى تكون حمراء والسحب الثاني تكون أيضا حمراء، صح ولا لأ؟ طب معناته إنه تدل حمراء واحنا السحب دون ارجاع مش مع الارجاع، طب انا اصلا ما عنديش حمراء الا واحده، فمستحيل يكون التنتين حمراء، فهي انا تلقائي حشوفها. طيب اذا كانت الاولى حمراء ممكن الثانيه تكون بيضاء، هيك بيصير. طيب اذا كانت الاولى بيضاء الثانيه حمراء، واذا كانت الاولى بيضاء الثانيه بيضاء، هذا الحدث اللي احنا حكينا عنه انه احتمال انها تكون الكرة المسحوبة حمراء، هذا الفضاء العيني. إذا مدى المتغير العشوائي بقول لي مدى عدد الكرات الحمراء، كم كرة حمراء؟ ممكن تكون عدد الكرات الحمراء واحد أو ولا واحد، مستحيل تكون تنتين، ليش مستحيل تكون تنتين؟ لأنه أصلا عدد الكرات الحمراء واحد. جبت المدى، هو طلب مني المتغير العشوائي. معناته انا بدي اعمل جدول التوزيع الاحتمالي، ما دام بده عفوا هو كان متوقع س ولام س، هون صفر وهون واحد، بدي احتمال الصفر وبدي احتمال الواحد، ركز معي نحسب كيف احتمال الصفر واحتمال الواحد عشان اقدر احسب بعد هيك التوقع بكل سهوله.
معناته ولا كرة حمراء. مين اللي ولا كرة حمراء؟ معناته أنت احتمال الباب يخليك متذكر إنه السحب دون إرجاع. طيب إذا كانت عدد الأولى كم كرة أنا عندي؟ 7 بيضات من أصل 8 كرات. طيب طب أنا سحبت الأولى طلعت معناته ضلعت الكرات البيضاء 6 من أصل برضو الفضاء الكلي حينقص هيصير 7. 7 ضرب 6 42 على 8 ضرب 7 56. إذا أنا حسبت احتمال السبب اللي هو 42 على 56. هلا بدك مين؟ احتمال الواحد، بدك درجتين. أنا لما كان بقول إنه مجموع الاحتمال لازم تطلع واحد صحيح، فبقول 56 على 56 ناقص 42 بطلع الإجابة، يعني مش احنا مجموع الاحتمال لازم يكون واحد صحيح، واحد ناقص 42 على 56، طبعا هاي ما بتصير عبارة عن 56 على 56، 6 ناقص 2 4 5 يبقى 14 على 56. طب خليني أتأكد إني أنا نسيت إنه مجموع الاحتمالات بتساوي واحد، بدي أحسب حساب عادي. شو احتمال الواحد؟ انه تكون كرة واحدة حمراء، هي هذه كرة واحدة حمراء، هذه كمان، معناته أنا بدي احتمال هذا زائد احتمال باحة، طيب يلا نشوف. احتمال إنها تكون الأولى حمراء، الحمراء واحد من أصل 8 كرة، ده البيضاء أكم كرة بيضاء عندي؟ 7، 7 من أصل قديش؟ فضاء هي كم؟ هي صير 7 زائد الأولى تكون بيضاء، كم كرة بيضاء أصلاً أنا عندي؟ 7 من أصل 8 ضرب الحمراء 1 من أصل هذا حيكون 7. طبعاً هون 1 7 7 على 56، وإذا بتلاحظ 7 7 أصلاً ما حد صحيح. زائد أنا بدي أريح هلا عشان الأرقام ما تكبرش معايا. هذه طبعاً خلص 1 وطلعتهم، زائد أيضاً هذه بتروح طلعتهم ويساوي 2 على 8، 2 على 8 هي نفسها 14 56، لأنه لو ضربت في 7 في 7 بتطلع 14 56، معناته أنا حلمي صح. هلا أنا حسبت مين؟ جدول التمثيل الاحتمالي، بدي التوقع. التوقع اللي هو المدى ضرب احتماله، المدى ضرب احتماله 0 ضرب 42 على 56 زائد 1 ضرب 14 على 56، طبعا هذه 0 خلص بتروح، بضل 14 على 56 فيك تبسطها على 7 على 7 2 على 8، طبعا هذا شغل آلة حاسبة. نشوف قبل ما نشوف آخر مثال بدنا نتعرف برضه بالتوقع الخصائص. بقول لك إنه التوقع للعدد الثابت بيطلع العدد الثابت نفسه، كيف يعني؟ يعني أنا بعطي واحد التوقع 7 مباشرة. توقع الخمسة خمسة، توقع العشرة عشرة، توقع العشرة، توقع جدر السبعة جدر السبعة، أي عدد ينتمي لها توقع هو نفسه. أيضا تصريح تاني بقول لك إنه توقع ألف في قاف زائد أو ناقص ب التوقع بيتوزع. طب شوف أنا ممكن لما نوزع التوقع شو بيصير معايا؟ توقع ألف في قاف زائد توقع أو ناقص توقع الب، ما إحنا اتفقنا أنا إن توقع الب بيطلع برا نفسها. طيب توقع ألف قاف كمان إن ألف تطلع برا، بصير ألف تا في توقع القاف. أيضا بقول لك توقع قاف زائد كاف زائد أو ناقص كاف بتوزع التوقع أهي، هذا يا بنات أو يا طلابي كاف مش ثابت، مش عدد، هنا توقع الاقتران كاف. توقع قاف زي قاف مش زي باء، باء بتنتمي للأعداد الحقيقية، لكن كاف زي بيصير القاف. بصير بدي توقع قاف زائد او ناقص توقع الكاف. هعمل تطبيق مباشر على هذه الجزئيه اللي هو مثال 2 صفحه 13. مثال 2 صفحه 13 بحكي لي اذا كان قاف وعين متغيرين عشوائيين في فراغ العين، وكان توقع القاف بدي معطيات، توقع القاف بيساوي 7 وتوقع العين
تساوي ألفا جد. توقف ثلاثة قاف زائد أربعة، وأيضا توقف ثلاثة عين ناقص قاف ناقص واحد. يلا أنا وأنت نستخدم الخصائص اللي تعلمناها. بدي توقف ثلاثة قاف زائد أربعة، معناتها أنا كأني بدي ثلاثة توقع القاف زائد توقع العدد السابق، ثلاثة ثلاثة توقع القاف موجود عندي سبعة، زائد توقع العدد الثابت هو نفسه أربعة، ويساوي 21 زائد أربعة 25. طيب نشوف الورقة، أيضا توزع التوقع. معناته أنا بدي توقع العين، إذا بتحصي عدد المقطع مباشرة، أنا مش مستاهل إن أنا أقعد أعمل لك توقع تاعين بعدين أرجع أقوم للثلاثة، ناقص توقع القاف ناقص توقع الواحد. طيب يلا نشوف أنا بدي ثلاثة ضرب توقع العين أربعة، ناقص توقع القاف سبعة، ناقص توقع العدد الثابت هو نفسه واحد. طيب بدنا نشوف 12 ناقص سبعة ناقص واحد، 12 ناقص سبعة خمسة، خمسة ناقص واحد أربعة. هي هو التوقع. إذا المربع الزائد خلال اليوم وبقول لك إذا كان قاب متغير عشوائيا إذا في عندي مدى، فإذا بتقدر تحسب التوقع إنه تضرب المدى في احتمال كل واحد فيهم. والخصائص اللي احنا درسناها هيك بيكون أن هنا درس التوقع. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.